أهلا وسهلا بكم. إذا صادفتك جريمة سرقة وتم استدعاؤك لاحقا من قبل الشرطة كشاهد عيان لمساعدتهم في معرفة ملامح السارق، هل ستستطيع تذكر جميع تفاصيل الجريمة؟ لعبة برين ويف ذا أسيود جوز تختبر ذاكرتك وتساعدك على تنشيط 3 مناطق مختلفة من الدماغ. خلونا نتعلم طريقة لعب هذه اللعبة الذكية. اللعبة تلعب من قبل شخص واحد إلى 5 أشخاص وتستغرق حوالي 15 دقيقة. تحاول من خلال هذه اللعبة تذكر تفاصيل متعلقة بعدد من المجرمين. مكونات اللعبة: قطعتي زهر، واحدة بأرقام والثانية عليها رموز، بطاقات المتهمين، وبطاقات مرقمة من الرقم 1 إلى 6. هناك مستويات مختلفة من الصعوبة في هذه اللعبة. السهلة تلعب بهذه الطريقة: نضع بطاقات الأرقام بهذا الشكل، ثم نسحب 3 بطاقات عشوائية من مجموعة المتهمين ونضعها مكشوفة لحوالي دقيقتين حتى يستطيع اللاعبون حفظ تفاصيلها. يعطى كل لاعب بطاقة تعريفية سنشرح فكرتها لاحقا، ونضع مجموعة بطاقات المتهمين في منتصف الطاولة. بعدها نقلب الأوراق ويبدأ اللاعب الأول برمي قطعتي الزهر. الرقم يشير إلى مكان بطاقة المتهم، أما الزهر الثاني فيحتوي على شيء الذي عليك تذكره من هذه البطاقة. شعار الوزة يعني أنه عليك معرفة الحيوان الذي كان يحمله المتهم، أما شعار الدائرة فيعني لون اللبس الذي كان يرتديه المتهم، أما شعار القميص فيعني أن عليك معرفة نوعية اللبس مثل ربطة العنق أو الشال الذي كان يرتديه. وجميع الخيارات تكون موضحة في البطاقة التعريفية مثل فصائل الحيوانات، عدد الألوان، وأنواع الملابس. بعد الرمي عليك أن تخمن الإجابة فتقول مثلا نوع الحيوان في هذه البطاقة، ثم تأخذها وتتأكد من صحة إجابتك دون أن يرى باقي اللاعبين البطاقة. إذا كانت إجابتك صحيحة تكشف البطاقة لباقي اللاعبين وتأخذ المتهم في قبضتك وتستبدله ببطاقة أخرى. ثم يأتي دور اللاعب على يسارك، وبهذه الطريقة يلعب جميع اللاعبين ويفوز في اللعبة اللاعب الذي يجمع أكبر عدد من البطاقات. إذا كان تخمينك خاطئ يحصل اللاعب على يسارك على فرصة الإجابة. إذا كانت إجابته أيضا خاطئة فتنتقل إلى اللاعب على يساره، وبهذا الشكل تنتهي اللعبة عندما يتم استنفاذ جميع البطاقات في مجموعة المتهمين. وإذا حبيت تزيد من مستوى الصعوبة في هذه اللعبة فيمكنك إضافة عدد المتهمين مثل ما هو موضح في هذه النماذج. هذه اللعبة هي واحدة من سلسلة ألعاب برين ويف. طبعا هناك 3 ألعاب سنستعرضها جميعا في فيديوهات قادمة بإذن الله. إذا حبيتوا شرح اللعبة لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك في القناة، وشكرا جزيلا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.